أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء